طيب نرجع تاني بقى ايه الابلكيشنز اللي ممكن نعملها باللي احنا اتعلمناه النهارده في السيشن دي. هنلاقي من اول ابلكيشن مثلا حاجه اسمها لو باس فلتر. ايه لو باس فلتر ده؟ ان انا باخد الايمج بتاعتي وادخلها على لو باس فلتر. لو باس فلتر ده هو فلتر بيشيل الهاي فريكوانسيز، فهتلاقي ان هو شال لك الهاي فريكوانسيز دي تبقى موجوده في الايدجز بتاعت الصور، يعني في الحته اللي هي زي الفريم بتاع الصور، هي دي الحته اللي بيبقى فيها هاي فريكوانسي عشان بيبقى فيها تغير مفاجئ في الصور، فهو بيمحيها بيمحي الحتت دي، فتلاقي ان السيجنال شكل الايمج طالع عندها عندك بلود وكده. فده من اول ابلكيشن ممكن نعمله. هتلاقي في الكاميرات الجديده بيبقى فيها ان هو يظهر اوبجكت معين ويعمل بلوينج للباك جراوند اللي حواليه، فهو بيعمل ديتكشن للاوبجكت والاوبجكت ده بيعمل عليه فوكس، واللواء ده بيعمل له بلوينج كده عشان الاوبجكت ده يبان. طيب في حاجه تانية زي هاي باس فلترنج، ده العكس بقى، ان هو بيظهر الاوبجكت اللي عندي او بيظهر الديتيلز، فهو بيشوف التغيرات المفاجئه وهي دي اللي يظهرها، وممكن يموت الحاجات اللي هي ما بتتغيرش تغير مفاجئ. فده هنشوفه في ان شاء الله في السيشن بتاعت الفلتر فريكونس دومين وفي السبيشال دومين، واحنا بنشرح في المنظر ده. طيب اخر بقى شويه ابلكيشنز كده ممكن نعدي عليهم خلال الكورس ان شاء الله. هيبقى عندنا ايمج كودينج وكومبريشن، هنشوف فيها الجي بيك ستاندرد اللي هو الايمجز لما نيجي نسجل الحاجه دوت جي بي جي قيمتها قد ايه، يعني اسف الستاندرد ده شكله عامل ازاي وايه الالجوريزم المستخدم فيه. في كمان الجي بيك 2000 ده مستخدم تكنيك تاني من الكومبريشن اسمه كومبريشن يوزنج ويفلت. الاولاني كان بيستخدم البي سي تي اللي هو ديسكريت كوزاين ترانسفورم، لكن ده بيستخدم ويفلت. ممكن وبرضه هنشوف ازاي نعمل ايدج ديتكشن، ازاي نعمل ايمج سيجمنتيشن، ازاي نعمل ايمج دينويزنج يعني نشيل النويز من الايمج. السيجمنتيشن اللي هو زي الصور الصورتين اللي قصادنا دي طول دلوقتي، ان انا بطلع الايدجز كده بتاعت الايمج، ده اسمه سيجمنتيشن. دينويزنج يعني لو الصوره منغمشه ازاي احسنها. اخر حاجه ايمج ستيجنوجرافي او الووتر ماركينج، دول بيكونوا بيستخدموا في الووتر ماركينج ده اللي هو بتحط زي ووتر مارك كده في الصوره، زي ايكون في الصوره، ايكون في الباك جراوند بتاع الصوره عشان تعمل حقوق ملكيه فكريه مثلا. الستيجنوجرافي دي انا بخبي داتا جوه الصور، يعني زي مثلا ايه زي الانكريبشن كده، انا ببقى عايز مثلا ابعت لك كلام معين، فانا مش عارف اقول لك بصوتي ولا عارف ابعته لك في تكست، او مش عايز اعمل كده، انا هعمل له انكريبشن جوه صور، العب في ارقام البيكسلز وارقام النويز ارقام الانتنسز بتاعت الصور، بحيث اني ابعت لك المسج دي محدش يقدر يطلعها غيرك. اخر حاجه الفيس ريكوجنيشن. الفيس ريكوجنيشن ده هو ازاي اعمل ازاي اكوجنايز اشخاص عن بعض، يعني ده يعني ابلكيشن مشهور جدا، واعتقد ممكن بشويه ايمج بوسات ممكن تاهل لنفسك ان انت تقدر تعمل فيس ريكوجنيشن. تمام، شكرا بقى كده، دي كانت نهايه السيشن بتاعتنا النهارده. يعني احب الناس تتفرج على في فيديو كده بتاع الدحيح كان بيشرح فيه شويه ابلكيشن للايمج بروسيسنج، يعني لو تبص عليه يعني هو كوميدي وفيه شويه ستيت اوف ذا ارت تكنيكس كده مستخدمه في الفيلد ده، يعني وصلوا فيه ليه. شكرا، واشوفكم ان شاء الله، نشوفكم السيشن الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.